يا رجال انتم حمضية تحدي حق نص الحمضية انتم جايبين الثلاجة كلها ولا جايبين البقرة الحمراء والزيتونة ما ادري ايش الشطة اللي وش تبغى البقرة ما بهذا البقرة ولا اللي جابها الله يسامحك يا خالد وجايب تست حق فطور وجايب خبز برجر كلها بصورها والله ما عندي غير خبز مله مخلوط بجمر وبلية رمادة وشنو لك هذا يكسرها احنا بالسعودية الوش الكلاب من؟ الكلاب خوياك من الثاني الله يديمها من نعمة ما شاء الله تبارك الرحمن حسيت السودان وغسله بمتحليه حكه على البيره المالحه هناك وريحنا وانت طيب اسمع يا ابو سيف هالحين لازم ترويش يومي في المقناص ليش؟ مجبورين على ان نقصد والماي نشرب اعز من يجينا يا خواننا وقسما بالله اني مستعد احط لكل واحد واجب الحاله لكن عشان تكون ابو سيف بخيل شو ان طليين على قدنا وراكم كل رحله تجون تشوي كل واحد الله يسعد هالوجه وعز من يجينا وان كان بيقصر تكفر لا تعلمون بحق لا ما كامل كامل ما كامل غير وجه الله يا ابو سيف ما شاء الله تبارك الرحمن يا رجيل تعشى ومشانا يلا بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الرحمن الله يديم علينا من النعمه يا ليله من انت ليله والله المسره ما شاء الله تبارك وين رايح راعي السته مرحبا مليون جراكن نعبي مويه نعبي التانكي مويه مويه حلوه عشان الواحد ما تغير بشرته لا يختلف والله إيه معنا سدارك ناس حلوه لازم نجيب لهم مويه تكفى يا خال تراني انا رجال حساس ابشر والله بس سعد يا خال احتزم قد تحضر والله باخذ لي سلك نحاسه افرككم كلكم موفقين 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 الله يستر عليكم لا تتاخرون بدت شغلك كلها جراكن العلم وش؟ الما حسم الما الما ابو سيف راح يعبي ما وخالد حق ابو سيف وضوء وترويش لا هم هذه ابد طبخ وشرب والله صح شغلك مية يمكن يجي قيض ويمكن يجي حراره في الجو ولا شيء لازم نعبي لهم من الديار واحسبها لهم حسابك الرجال له ميزانيه قاروره قود ما في بس واحده نعم يا رجال انت انا عاني زابر نص صحه ورا خشم الموت الناس ياخذون الصحه تظلي في المخابي ويروحون بها هذه ما يقدرون يحركون هذه بحطها في موتر ولا حد يقرب موتري مره عنده حامي